السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أتكلم معاكم عن استخدام المساحات اللي عندنا بأكبر شكل ممكن واستغلالها على أساس أن نزرع أكبر كم من المحاصيل والنباتات والخضروات اللي راح نستخدمها وراح ناكلها. مثل ما احنا شايفين عندي في هذه المساحة 4 نبتات فلفل. هذه طبعا أنواع من الفلفل اللي راح تصير كبيرة جدا، أنا عارف هالشيء عنها، ولكن هذه المساحة من المساحة اللي ما تحصل على كمية جدا عالية من الشمس، ففيها نسبة من الظل. وأيضا مثل ما احنا شايفين عندي هني هذه النباتات، نباتات الكيل، فأيضا هي شوي تغطي وتميل على هذه المساحة وتخلق لي بعض الظل. وجود الظل في الحديقة قد يكون سلبية، ولكن ممكن نستغلها كإيجابية. عندي هذه المساحات، شنو ممكن أزرع فيها في الظل؟ طبعا الكيل ينمو عندي، الكيل هذه ينمو في الظل، ما عنده أي مشكلة أنه يزرع في ساعات قليلة من الشمس، حتى لو كميات بسيطة من الشمس راح يزرع. ولكن في عندي محاصيل لو زرعتها في مكان مشمس راح تنتقل على طول من مرحلة النمو، على طول راح تخطر مرحلة الإنتاج والتخضير وإنتاج الورقيات، راح تنتقل على طول إلى مرحلة إنتاج البذور والتزهير وإنتاج البذور، فهذه تحتاج مساحات مظلة، يعني فمظللة عفوا. مثل شنو؟ مثلا عندي الخس، الخس جدا سهل ان ازرعه في الظل، وبالعكس يحتاج ظل، لان احنا في مثل ما ذكرنا في الخليج عندنا الشمس قوية تكون، فعلى طول راح ينتج بذور. عندي السبانخ، عندي الملوخية، عندي هذه الورقيات تحتاج ظل. فمثل ما احنا شايفين عندي مساحة كبيرة هني ممكن ازرع فيها كمية طيبة من الخس، عندي هني، عندي هني، وعندي هني. فأنا هذه المساحات ممكن أتركها خالية وفاضية، ولكن ممكن أستغلها أني أنتج محاصيل أكثر من حديقتي وأحصل أكثر من حديقتي. فاللي راح أسويه أني راح مجرد بس أسوي خط بيدي على أساس بس أحط البذور مات الخس بهذا الشكل، ما يكون عميق جدا، بهذا الشكل إلى هني، وراح أخلط البذور هني، راح أنثرها وراح أغطيها، وعندي مثل ما أنتم شايفين القطارات، فراح إن شاء الله أضمن أن عندي ري ورطوبة، فالخس ما راح يجف علي في هذه المنطقة. ممكن أيضا لو بغيت أصير طماع وأزرع خط ثاني هني في هذا الجنب، ما يعني ممكن، ولكن ما أحبذ، يعني ممكن، ولكن ممكن، ما أقول لكم مستحيل. فاللي راح أسوي مثلا راح أختار أنواع من الخس الأحمر. طبعا لما أتكلم عن خس هني في هذه المساحات ما أتكلم عن أنواع الخس اللي تنتج راس، نتكلم عن الخس اللي ينتج ورق، ما يكون بشكل راس وبعدين يحصد، مثل ما تكلمنا عن زراعة الخس في العصايص، وراح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة. لما أني ننثر البذر ما في أي مشكلة أن ننثرها بشكل متقارب وبشكل كثيف، ما في أي مشكلة. وبهذا الشكل مجرد بس أرجع التربة عليها على البذور بشكل خفيف، وراح أرويها بالماء، وعندي القطارات، فمجرد بس راح أنثر التربة عليها وبعدين راح أروي هني. أيضا راح أحط بذور هني وهني وهني. أيضا ممكن أزرع بعض الأعشاب، أيضا إذا أنا ما أبغي أزرع خس ممكن أزرع أعشاب ثانية، ممكن أزرع الزعتر أو الريحان أو المرقدوش أو أي من الأعشاب اللي ما تكون رفيعة جدا على أساس ما تنافس لي هذه النباتات. النقطة الأخيرة وهي نقطة جدا مهمة لازم ننتبه لها في هذا الموضوع، واللي هي التغذية. عندي تغذية متضاربة هنا، عندي هذه الفلفل يحتاج NPK، إذا أنا راح أستخدم أسمدة كيماوية، ولكن الخس يحتاج يوريا. فأنا شنو أستخدم في هذه المساحة؟ هل أستخدم NPK أو أستخدم اليوريا؟ إذا استخدمت يوريا اللي راح يصير عندي إن الفلفل ما راح ينتج فلفل، راح يصير أخضر، راح يصير كثيف، يطلع أغصان وأوراق بشكل كثير،
ولكن ما راح ينتج لي أي شيء لأن سقيته يوريا. ولكن لو استخدمت NPK الخس راح ينمو لأن في نيتروجين، والعناصر الثانية الخس راح يستغلها، الفلفل راح يستغلها لأن جذوره ممتدة أكثر من جذور الخس. فأستخدم NPK لما عندي تضارب، دائما أفضل الأشياء الثانية المثمرة على اللي راح تستخدم اليوريا. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو البسيط اللي ساعدنا أن احنا نزيد إنتاج المساحات اللي عندنا، ونفهم كيف نغذي بين نباتات احتياجاتها مختلفة. فإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.